مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ يا رب تكونون بصحة وعافية. اليوم راح أسوي لكم الصمون الكهربائي المسلوق أو المسلوق اللي على الطريقة الألمانية. مثل ما تشوفون هنا أحتاج 5 كواب طحين صفر، كيس واحد من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة اللي هي مال كوب ملح، ملعقة ونص مال كوب ملح. نعجنها بالحليب، ما نعجنها بالماي نهائيا، ومو انتو بحسب الكمية اللي مسويها، قد ما تريد كفايتها من الحليب ونشوفها عجينة حلوة كافي. فمثل ما تشوفون انتو قدامكم هنا الخمرة والسكر على مود يتفاعلون من تختمر، وطعمها يصير كلش طيب حلو على مالح. يعني بعد صمون كهربائي نفسه يصير بس على الطريقة الألمانية. هنا الحليب ضروري ضروري، الحليب على درجة حرارة الغرفة، لا حيل حار ولا حيل بارد، يعني دافي نعجن به العجينة. فخلنا نكملها، ابقوا وياي ونرجع لكم بعدين. هنا اصدقائي رجعت لكم ورا ما خلصنا عجن، نخلي لها زبد او زيت براحتكم، ملعقة ونص خليت، ونرجع نعجنها. هصير عندنا عجينة كلش حلوة، وراها نعوفها ساعة او ساعة ونص حد ما تختمر ونبدي بيها. فابقوا وياي نكملها ونخليها تختمر ونرجع. هنا اصدقائي رجعنا لكم ورا ما اختمرت، راح نبدي نكورها شوي ونطحين على مود لا تلزق، الحجم اللي انتو تريدوه، يعني براحتكم تريدوها كبار تريدوها صغار، الصمونة الحجم اللي انتو تريدوه نقسمها عليه ونكورهن مثل ما تشوفون قدامكم. لازم تصير هيك شوية العجينة مالتها لينة وحلوة على مود تصير عندنا صمونة منفشة وكهربائية. هنا كورناهن مثل ما قلت لكم الحجم اللي انتو تريدوه، خلي نكملهن ونرجع لكم.
عدنا أصدقائي، رجعنا لكم. نخلي الصينية وعليها وصلة مال القماش نظيفة على مود اللي نسويها، نخليها عليها مثل هنا، نخلي شوي من الطحين وما نفتحها هواية، احنا نريدها دوائر، ما نفتحها هواية بالشبك، فتشي هيك قليل ونخليها بالصينية اللي عليها الوصلة مال القماش. نخلصهم كليتهم ونغطيهن ونتركهن 20 دقيقة أو نص ساعة يرتاحون. يلا نكملهم. هاي هنا دوائر سويناهن. أنا هنا الخمس كواب لأن أريدهم حجمهم كبير، طلعا عندي 11 وحدة، بس سويتهم طوال وسويتهم دوائر نص بنص، فأنتوا براحتكم الحجم اللي تريدوه والشكل اللي تريدوه. مثل ما تشوفون شلون عجينة حلوة، كلش حلوة. طبعا اشتغل بيها وهي بعدها طلع فقاعات لانه مختمرة وعجينة حلوة. هنا حسوي الطوال مثل ما تشوفون، ابد لا تخلون طحين هواية. شوف شو حنسوي لها، نفرها نبرمها ونسد الاطراف مالتها كل زين، والجوانب همينة نسدهم كل زين على مود ما ينفتحون الأطراف والجوانب مالتها، لازم نسدوهم كل زين ونكملهن. فابقوا وياي حد ما نكملهن وارجع لكم. هاي أصدقائي هنا شوفوا طلعت عندي 11 وحدة اللي هي 5 كواب طحين. هنا نعوفهم يرتاحون، وهنا حضرنا صينية مال الفرن وعليها ورق مال الزبدة، وضروري نمسح الورق مال الزبدة فوقه برشة خفيفة كلش مال الزبد على مود لا تلزق عندنا الصمونة. زبد أو زيت أنتوا براحتكم، بس أنا أحبها بالزبد، هي رشة كلش خفيفة. هنا نحضر جدر بمي نعوفه لحد ما يغلي. هنا غلى عندنا المي، نخلي بيكربونات الصوديوم نخلي ملعقة ونص، لا تخلون لا أكثر ولا أقل، نخليهن ونبدي نخلي واحدة واحدة. هنا راح أخلي آني 3 قطع مال الصمون. اول وجه هنا نبقي 30 ثانية فقط، لا تخلوه اكثر، ومن نقلبها 30 ثانية مرة ثانية، يعني المجموع كله صير 1 دقيقة 1، لا تخلوه لا اكثر ولا اقل لانه تتفتفت العجينة، فضروري ضروري 30 ثانية كل وجه، وبعدين نطلعهم نخليهم بالصينية اللي دهناها احنا بالزبدة لحد ما نخلصهم. نخلي على الوجه مالتهم سمسم، نعلق الفرن بس الجوة الدرجة وسط لا عالية ولا ناصية، ونخليهن لحد ما يستوي الجوة. يلا نشغل الفوق، وما أسوي وجهها بأي شيء، ما نمسح وجهها فقط من طلعناها من المي. مثل ما تشوفون أرجع أذكركم 30 ثانية كل وجه، لا تخلوها لا أكثر ولا أقل. مثل ما تشوفون خليناهم بالصينية، هسه راح نخلي على الوجه مالتهم سمسم، وبطرف السكينة شوي ونا نسوي بها فتحات، انتو براحتكم تريدون تسوون فتحات ما تسوون براحتكم. اكو عالم بدال السمسم تخلي حبة البركة، هم فشي براحتكم.
لا راح نخليها بالفرن، بس شغلنا من جوا على درجة الحرارة وسط، لا عالي ولا ناصي. هسه نكمل الاطوال مثل ما تشوفون، انتو براحتكم اذا تريدون الحجم مالتها اكبر او اصغر، انتو براحتكم حسب يعني. والجدر اكيد اكبر، همين 30 ثانية الوجه والظهر. ابقوا وياي حد ما نكملهن ونشوف الشكل النهائي مالتها. نا أصدقائي رجعت لكم ورا ما خلصناهن. طبعا الريحة طعم فتشي كلش طيب، والعجينة تخبل مثل ما تشوفوها هشة. أنصحكم تجربوها يعني، واللي يجربها يدز لي صورها على الانستغرام. وسهمكم العافية، ولا تنسوني بالدعم والاشتراك واللايك للقناة، ومع السلامة.